قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. اليوتيوب ما لعب ويانا اي. فبالبداية اللي اريد انقلب اول شيء عليكم اصير الخارط، تعليق وتقلبانات ولايكات، وصعدونا البث وخلي نشتغل اليوم. مساء الخير عليكم أخواني وأخواتي متابعين قنواتنا على اليوتيوب والتيك توك. اليوم حلقتنا يعني نريد نقول، ما نقول مميزة لأن هسه يقول لك ها دي يتفاخر بنفسه وما أعرف شنو هالسوالف التعبانة اللي تعلمنا عليها. الليلة نريد نكشف لكم هذا الزمر اللي داي يثوم بالأرض فساد، فساد بكل الطرق، باسم الحسين، باسم العباس، باسم الرسول، باسم الإسلام، بكل الأسامي اللي دا تشوفوها من 2003 لحد يومنا هذا. الأمر الثاني قبل ما أبلش أريد أقول الجماعة روحي نخلة بتكريت اللي مستلمين قناتي تبليغات، راح أقول لكم يا ساقطين، أنتو وشيخكم هذا قطر الندى، هذا شيخكم شيخ الدارسين والجراوي مالته، بدل ما تجون تبلغون على هذه القناة اللي تدافع عن رئيس العراق وقائدي وافتخر به ورئيسكم اللي طلعكم من مزابل تكريت وسواكم أوادم وبالأخير سلمتوا للأمريكان وسرقتوا الأموال وقاعد هسه تشوبون باسمه وروحي نخلة بتكريت وصدام حسين وانتوا اللي بعتوا وخنتوا، قاعد تبلغون وقاعد تسوون على موت هذا حسن القطر الندى. مثل ما تعرفون اني ما يهمني لا قناة ولا بطيخ، اقسم بالله افضحكم صفحتي الرسمية اللي لا أبو يوتيوب يسدها ولا تيك توك ولا أبد، ذيك أدفع بيها فلوس وذيك صفحتي الرسمية ما حد يقدر يطخها. وعريكم، تعرفون شنو أعريكم؟ صار لي 20 سنة أقول عيب الخاطر الرئيس، الخاطر بعد ماكو خاطر. بدل ما تروحون على هذا الخارط ابن الخارط اللي مدمركم واللي هاتك اعراضكم واللي هاتك عرض بالتحديد اللي تسموها ام علي سترغد وما اعرف شنو، ما هاتك عرضها، ما لاعب بيها وبعرضها طوبة. والمصيبة تتابعوه وتدعموا كل شيء، لأن المعلومات اللي وصلت عندي والشغلات اللي دا توصلني من آل أبو ناصر الشرفاء وآل أبو عبد الغفور الشرفاء تشيب الرأس، صدق تشيب الرأس. إش جاب حسن قطر الندى على نداف الطرزان؟ اجاب الخارط ابن الخارط على شيخ عشيرة صدام حسين الله يرحمه، اجاب محامي الرئيس خليل سرنجة على نداف الطرزان، اجاب محامي النظام سليمان جدرية على نداف الطرزان. شلون التموا هذه العصابة؟ لأن المصلحة والمال جمعتهم. وهذا يثبت كلام اللي كنت أقوله من سنوات كاملة،
بأنه ذولا شلة سرسرية وما عندهم لا ذمة ولا ضمير ولا عندهم شرف ولا أخلاق غير الدولار، فاتحين دكاكينهم للاسترجاع. ترى هم مو فاتحين هذه الدكاكين على مود يحصلوا لهم كم فلس منا ومنا ومن اليوتيوب ما أعرف شنو، لا 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 لا، هذه تغطية للأعمال والتصرفات اللي دا تصير جوا الميز. هذه واجهة شي جم حتى يجي كم دولار من اليوتيوب عندهم مو مشكلة، بس اللي دا يصير بالاتصالات مالتهم وصلتني بصمات صوتية شقوا هدومكم عليها، شقوا هدومكم عليها. يعني هذولا أثبتوا بأنه ملة قدرة، ملة نكسة، ملة مين لبس عليها ثوب الباسم أم مظفر، هذا القدر اللي سدي يسولها تسولها مقام وكل شيء هواي أشرف من عندهم. وبالدليل وبالإثبات والله التسجيلات الصوتية اللي وصلتني الشيء بالرأس، ويقول لك احنا شيوخ واحنا قلبو معرف منو واحنا قلبو طرزان، والله ما تستحون، والله دول الشرفاء اللي متواجدين من قلبو ناصر وقلبو غفور وحتى من قلب مسلط بالقرآن زودوني في شغلات، يعني والله الكاولية ما مسوي هذه أسماء التهابات ما مسويتها، إيش قد عريضة، إيش قد عبرت بحار وصعدت على ذر نفيسات، والله ما مسويتها. لا عاد إيش قد ساقطين أيلات ساقطين اللي كنتوا ماخذين العراق طول وعرض باسم صدام حسين الله يرحمه، وعلى مدى هذه السنوات كنت ألوم الرئيس صدام حسين على هذه الشلة الزفرة اللي كان محاوطة بي. بالأخير طلع عندي هذا الرئيس فعلا فعلا كان ضحية هذه الجراثيم، وبسببهم بسببهم ما صارت مقاومة، ما بقى شيء اسمه عراق، ما بقى شيء اسمه شرف وغيرة بعد بالعراق. واتضح اتضح أكثر بأنه دولة جماعة احنا صداميين، اكو صداميين شرفاء على اتصال بيه، اكو بعثيين شرفاء على اتصال بيه، واحنا مسوينا جروب صغير دا نعرف من الشريف ومن الخوش آدمي، ودا نعرف ونكشف بالدليل القاطع تجار الصفحات والصفقات السوداء اللي قاعد تصير. زين هسه مثلا واحد مثل هذا نواف الطرزان ابو شمعدان، انت جابك على سعد ابتزاز ابو الشرقية، الشور رهمت هذا التمهيد اللي دي يصير بين نواف الطرزان زين ابو شمعدان وحسن قطر الندى، هذا ابو شيبه الصفرة اللي يضرب عرق والسواق يسوون شقلبان بي. قبل تتذكر حسن قطر الندى خيستك كلها راح اطلعها، انت واللي افخاذ والاجنحة والصدر والظهر وكل اللي داير مدايرك، هذه الدجاجة مالتكم راح أفلسها، لا يبقى بيها لا فخذ ولا أجنحة ولا صدر ولا أبد، راح أسوي بيكم هبيط، هبيط على اللي سويتوه بالرئيس صدام حسين. أنا الكردي ابن الكردي أدافع عن صدام حسين، وأبو دلف البصراوي يدافع عن صدام حسين، وانتو اهله واقرباءه ولد عمه بعتوه وسلمتوه للامريكان وقبضتوا الثمن وبعتوا اولاده وبعتوا
كل شريف كان مع الرئيس اللي انعدم انعدم واللي هسه بسجن الحوت دا ينتظر الموت ماله واعدامه بسبب نقاستكم. قطر الندى هذا ابو شيبة الصفرة شيخ عشيرة الرئيس صدام حسين اش عدك ويا اللي سلم ابناء الرئيس الله يرحمهم نداف الطيزان ابو شمعدان اش عندك ويا تريد ترجع نسبه مرة ثانية لآل ابو ناصر ولك سلوان هذا الملطلط سلوان هذا الملطلط اللي خمط فلوس المقاومة وقاعد هسه يتمتع بيهن بس ما راح يطول هو طلع بينك وبين النسابة ودزله 5000 دولار وموجودة 5000 دولار على مود تعزم لك كم سرسري 4 يمك زين أربعة أساميهم يمي وأكو شفت صورهم حلوة وصلتني حسن قطر الندى الحافي مسوي لهم هبيط وجايب لهم موز اي مو هذا من يخلصون هذه يتذكرون ايام شبابهم من كانوا ياكلون الموز حتى ياخذون الموز ويلعبون به فانتوا اللي بعتوا الرئيس ما راح نخليكم تتهنون اقسم بالله انا لطيف الكردي الاصل ابقى ادافع عن صدام حسين لحد ما اندفن بالقبر هذا الرجل غدرته مثل ما أجدادكم غدروا الحسين جماعة أهل الكوفة وأنتوا جماعة روحي نخلة بتكريت نفس القذارة نفس القذارة إذا تقولون لا 44 موجودة إذا أنت تقولون أنت صدامي والله راح أصير صدامي والله راح أصير صدامي والصدامي الشريف يبقى على مبادئه وينتقم للرئيس هذا اللي راح ضحيتكم يا أقدر ما خلق الله صار عندي قناعة أنتوا أوسخ من ولد أم حازم زين هذه أم علي مالتكم اللي مسويها الله لا تحكي على أم علي الخاطرنا الخاطر الرئيس أرجع وأقول مرة ثانية اللي ما سامعها قبل مني خلي يسمعها إذا أنا أسكت عن رغد مع الأسف تحمل اسم صدام حسين الله يرحمه وراها ورا اسمها إذا أني أسكت وأمجد بيها أو أمشي وراها ولو أنا ما أمشي وراها أنا يعني ها فرنسي أنا ما أمشي وراها لأن إذا أنا مشيت وراها فكل واحد يمشي وراها ويدلعها بأنه لأن هي بتصدام حسين فماكو فرق زين فماكو فرق بينكم وبين اللي يمشي ورا مقتدى السطل جماعة مقتدى السطل في فلسين ما يشترون مقتدى يعرفوه خبل ويعرفوه مطي ويعرفوه عنده ذانات طويل ينام بالليل يقعد الصبح صندوقه مكشف ويقعد يخرط وكل شي ماكو بس دي يمشون ورا ليش على مود والله أبوه فأحنا إذا تريدون إذا تريدون نصير مثل جماعة مقتدى فأنتوا صيروا مو أني أني ما أمشي ورا وحدة خزت أبوها أنا ما أمشي ورا وحدة اللي هسه قاعد يقلد لي هذا الخارط ابن الخارط اللي أنا حكيتها من سنوات وقعدت شبعت مسبة وحكيتها مع الأخ الأستاذ عمار تقي من قلت أول ما خان الرئيس صدام حسين قبل كل هذه الخونة
وقبل ما تنفتح باب الخيانة الأصلية عام 2003 فهي رغد صدام حسين. هذه رغد خلت هذا الشعب ورجلها الكاولي المنبوش حسين كامل، خلت الشعب يدفع ثمن لليوم احنا دنعاني منه. سلم كل أسرار العراق وكل حتى كل باب موجودة بالقصر أو مخابئ الرئيس أو بيوت الخاصة أو كل الأماكن الخاصة بكل أمن الدولة العراقية إلى الأمريكان والموساد الإسرائيلي. وراها رقعوا بشلاق وقالوا له أطلع أبوك لأبو حتى كامل اللي خلفت، اتخبل ما بقى عنده عقل. اجا مشعان الجبوري قطب 20 مليون دولار على ابو يسوي له معارضة، وما معارضة راح طبع له 4 صفحات بسوريا ورجع له قال له هاي راح اسوي مقاومة وراح معارضة والضباط كلها وياك وكلها تجي، قطب 20 مليون دار وجهه وطلع. وهذا الكلام مو من جيبي، هذا الكلام أنا تكلمت مع صدام كامل الله يرحمه، صدام كامل أنا وياه أصدقاء كنا من كان بعمان، تكلمت معاه وحكالي القصة الفيلم مات كله. حتى بليلة الدير رجعون صدام كامل قال لي إن جبرنا ثار حاط المسدس براسي إذا ما أرجع وياه. يعني ما كان أكو إلى رجعة للعراق، لأن يعرف صدام كامل اشتغل ويا الرئيس ويعرف الأسلوب للخيانة شنو ثمنها، فكل هذا موجود. من يجي شخص ويقول لي أنت لا تحكي على رغد أو لا تتكلم على بناتها الساقطات اللي فضحوا جدهم الله يرحمه صدام حسين وقاعدين يمجدون بأبوهم المنبوش حسين كامل من حرير وذيك بنان ما أعرف شنو، المصيبة الأكبر أنا أعطيكم إياها من النهاية، أقسم بالله أقسم بالله وحياة أولادي رغد صدام حسين تكره أبوها كره العمى، وتكره عدي وقصي الله يرحمهم جميعا بسبب قتل حسين كامل زوجها الخائن، ولليوم ما غافرت لهم. أنتوا لا تشوفون هذه البهرجة وصدام حسين صورته وصدام حسين التأبين ماله، أقسم بالله أقسم بالله تكره صدام حسين وتكره عدي وقصي الله يرحمهم جميعا. وإذا يقولوا لك بأنه رغد تريد ترجع للعراق، والله لو يطلون العراق من الفاو إلى زاخو ذهب هذه المرة ما ترجع. أنا أقول لكم ليش، هذه المرة اولا تكره شيء اسمه عراق، تكره شيء اسمه عراق، وتكره ناس العراق، وتكره ناس العراق. انا دا اقول لكم انتوا لا تنغشون بالكلام اللي تحكي بيه، وهذا الكلام اللي هسه طبعا الصفحات سووا اللي تسووه، بعداني ما اهتم اللي بطني راح اطلعه. فشروا عميل إسرائيلي عميل ما أعرف شنو، دقيت ورقصت وسويت أفلام وجبت بنات وقلت هذا مرته وهذه أخته، سووا اللي تريدوا. أنا راح أحكي وطلع اللي ببطني، راح أطلع اللي ببطني، لأن أنا بعد والعمر شباقي بي حتى هذا يتسجل للتاريخ بأنه هذه الزمرة الخائنة
ما يستحقون ينطلق عليهم كلمة عراقيين. العراقي عريق بعراقيته، العراقي أصيل، العراقي أبو نخوة، العراقي صاحب غيرة، العراقي أنا من تقول عراقي أنا أشمل كل طوائف وديانات وقوميات ومذاهب العراق بدون استثناء، بدون استثناء. حتى لا حد يطلع لي مطي راسه مربع يقول لي أنت تكره الشيعة وتكره ما أعرف منه. أنا أولا بحياتي ما نطقت كلمة ضد الشيعة، الشيعة أهلنا وجزء كبير بالمجتمع العراقي. بس هنا نجي لازم نتقسم شيعة العراق العروبيين الأصلاء ونجاسات إيران. هذه النجاسات الإيرانية اللي ديخرب اسم شيعة العراق. أنتوا لازم تفتهمون الفرق ما بين شيعة إيران المجوسية اللي ماشية باسم الحسين وآل البيت الكرام، وهم في داخلهم يبغضون آل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين والإسلام عامة، هذول ناس مجوس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقندرة خلاهم يصيرون مسلمين، وأنا أعتب على سيدنا عمر رضي الله عنه فدوى لعينك. يعني عفت كل دول العالم رحت تسوي دولة المنا وهيج إسلام، هذولا مو إسلام. دروح افتتحنا السويد، افتتحنا بلجيكا، افتتحنا ألمانيا، كان على الأقل هم رحنا وجينا وتونسنا وقعدنا هناك. تجي تفتح لي دولة وسموها، وبعدين يجيك هذا صفوي يقلبهم. الإيرانيين كانوا كلهم سنة لحد ما أجى هذا ابن الدايح الصفوي قلبهم، قام يعلق رؤوسهم وصير شيعي، بس شيعة المجوسية، الشيعة اللي مو شيعتنا اللي احنا نعرفها، مو شيعة أم مظفر أم حازم، لا، الشيعة العراقيين اللي كبرنا وياهم وتربينا وياهم ودخلنا بيوتهم ودخلوا بيوتنا وبقوا وفائهم للعراق لليوم، وبقت اتصالاتي بيهم، وبقت صداقتنا وأخوتنا لليوم باقي. أنا من أتكلم دا أتكلم على النجاسات اللي دا يتاجرون باسم آل البيت عليهم السلام، وهم صنعوا ذول المجوس، صنعوا آل بيت مجوسي، حسين وعباس وعلي وكاظم، بس مو آل البيت الكرام اللي الناس المسلمين تصلي عليهم، مو آل البيت الكرام اللي ماكو مسلم بالعالم ما يحبهم ويجلهم. أنا دا أتكلم على حسين وعباس وخضير أبو الطرشي اللي إيران سوته وتقول لك دول المعصومين ودول صاحب العصير والرمان ويا حسين وقاعد يبكي، كلها كلاوات. أنا أطلع لكم هذا واحد أراويكم شون يحب الحسين، هذا شون يحب الحسين، باع هالكلاوات. شوف شوف الكلاوات والما يشح عليه، هاي أكبر مصيبة. لا تشوفون الكلاوات، شوف أقسم بالله حتى تفلة ما نزلت من عينه. باع نسوان وكلاوات باسم الحسين وأبو فاضل، يا عاد تشوفون هذول كلاوات إيران اللي كانوا قاعد يبكي، كلها كلاوات. شنو طلع حسين؟ هذا واحد أراويكم شلون يحب الحسين. شلون إن شاء الله.
هاي شلون شغله هاي منين طلعت الناس سالفه. فالمهم هذول اللي صنعوا آل بيت جديد لهم وصنعوا حسين وعباس وكلاوات وما خلوا شيء ما سووه من دجل وما خلوا شيء من الكلاوات ما سووها. زين احنا نجي هسه نشوف هذا الفعل كيف صار. امريكا والغرب شافوا بانه التشيع المجوسي، شوف اكو تشيع عربي اللي هم اهلنا ونعرفهم، واكو تشيع المجوسي اللي طيح حظ الاسلام، فاختاروا التشيع المجوسي. هذا التشيع المجوسي شنو؟ لطم، متعة، زيارة، تبادل أرقام، 20 مليون راحوا الكربلة، شيء شوارع كربلة، ليش أنا ما شايف كربلة؟ إيش تتحمل 20 مليون ولكم؟ لا هالمرة كل سنة يزيدون 10 30 مليون يقول لك هذا السنة، أدري 30 مليون يعني ترى تعرفون شنو 30 مليون، بس القشامر تصدق، القشامر اللي بالعراق تصدق بكل شيء. انت اختاروا هذه الفئه اللي دعموها مخابراتيا اعلاميا، وهسه يدعموهم حاليا كحكومه في العراق. انتوا دا تشوفون المذابح اللي سووها من 2003 لليوم، بس لحد هسه يقول لك العراق ذات سياده وما نريد نتدخل بالشؤون العراقية. إيران طابة طول عرض بينا، تركيا طابة طول عرض بينا، الكويت طابة طول عرض بينا، كل واحد مات بلبولة وفايت بالعراق ويقول لك سيادة. زين السيادة شلون تصير؟ أمريكا قعدت فكرت لها شلون بعد نطيح حظ هذا الشعب ونخلي حتى اللي شوية عنده عقل نطير عقله. سوت قنوات فضائية. هذه القنوات الفضائية من تدخل لها، من تشغل لحد ما تطفي، حقد، تدليس، قصص خرافية، إرهاب، كل شيء اللي تشوفه، بحيث إذا كافر شاف هذا وريد يصير مسلم لا يبقى كافر، يقول لك أحسن ما يصير مثل ذولا. وطبعا إسرائيل إيدها طول عرض. أنا إسرائيلي باعتباري أنا، تعرفون أنا بال2006 زرت إسرائيل باعتباري كنت عقيد بالجيش الإسرائيلي عليه السلام، إسرائيل المحتلة. زين وعمي الله يرحمه شو اسمه شمعون بيريش شهيد المحراب كرمني برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، بعدين هم قصوا وسووا لكم فيديو. المهم فأنا باعتباري عقيد بالجيش الإسرائيلي عندي معلومات، تعرفون احنا يعني ناس مو شو اسمه من 2006 لي هسه، أنا صرت هسه مهيب ركن صهيوني موالي. زين يعني جدي شهيد المحراب شمعون بيريز هو اللي طان الرتبة مو أني. فجدي شمعون بيريز اطلعنا على هواي أمور من ضمنها كيف هذه القنوات اللي تدعي بأنه شيعية، وكيف هذه الأمور تدار من خلف الكواليس، اللي جماعات الموز لإسرائيل وكلا أمريكا و و و و. زين فأكو أسماء لهذه القنوات، وهي يعني أنا طباب خير، هذه المواقع اسمعوا يعني انتبهوا دحجوا. زين هذه المواقع ممولة إيرانياً مدعومة إسرائيليا، ربطوا لي إياها.
راح أقول لكم ليش. لأن أكبر جالية يهودية في الشرق الأوسط متواجدة في إيران في أصفهان. هذه الجالية اليهودية يحملون كل صفات اليهودية كدين، بس عندهم علاقاتهم داخل إسرائيل، وعندهم تجارة من 7 إلى 10 مليار دولار بالسنة بين إسرائيل وبين ذيل التجار الإيرانيين اليهود. احنا باعتبارنا هم يهود، يعني تعرفون اني عقيد، خوما يحطون واحد مسلم عقيد، عقيد صهيوني يعني. زين، فتعاملوا عن طريق هذولا بعد، لان دولا يروحون لإسرائيل ويرجعون مسموح لهم. ليش؟ باعتبار عندهم اقرباء هناك وعندهم كذا وهذا الكلام. فوصلوا لهم الايرانيين، تعرفون دولا مجوس، هذولا اهل العمايم، يعني الخبث اللي شايلي حتى الشيطان قعد على صفحة ورجع قال للرب العالمين لك عيوني بس سامحني. زين، غلبوا للشيطان، يعني انتهى الشيطان، انتهى خطية من وراهم. فهذول اللي راحوا قعدوا ويا الحكومة الإسرائيلية بحجة التجارة وبحجة أكو قنوات دترفض من النايل سات مثلا، بس هي ما مرفوضة ولا مقدمين للنايل سات ولا إلهم شغلة بيها. بس حتى لا تنسد، أكو شخص اسمه ديفيد راف، هذا هو مالك لشركة اسمها آر آر سات. هذه الار ار سات تأسست عام 1981، قمر صناعي اسرائيلي، واخذ الترخيص من اسرائيل بانه يقدر يأجر المحطات الفضائية، قنوات، ما اعرف شنو كانت في هذا القمر، قمر تجسسي، وبعدين يعني بطريقة معينة صار اعلام. هنا صار ايران أجرت هذا القمر لقنوات تديرها إسرائيل بحجة آل البيت. أنا ما دا أجيب لكم شيء من جيبي، أكو جوجل، روحوا قلقلوا شوية، قلقلوا، شغلوا مخكم، قلقلوا الجوجل وراح تشوفون هذه المعلومات موجودة، ما دا أجيب من جيبي، قلقلوا للجوجل وراح تشوفون. من هذه القنوات فدك وقناة الحسين وقناة العالمية والغدير والأنوار قناة آل البيت، هذه تدار من قبل إسرائيل بعمائم سودة وجماعة آل البيت دولة وجماعة شو اسمه جدي الحسين. فمن خلال بثوثهم السم، زين، أنا ليش مرات أقول أرفع القبعة دولة المجوس؟ لأن أذكى كثير مما يسمى بقادة المسلمين وقادة العرب اللي محتارين بس بكروشهم وببلبولهم، هذا عندهم الشغلتين أهم شيء بحياتهم، الطي يتزوج يومية والطي يثرد ويضرب هبيط وينام، ومسمي نفسه قائد الأمة ومسمي نفسه قائد الأمة الإسلامية. فهذول الإيرانيين مو يفكرون هالتفكير، هذول يعرفون شلون يدخلون بهذه الأمة النائمة اللي سموها أمة محمد، أمة المليار اللي إيران شبعتهم خيار صار 20 سنة.
واللي راح يقول لي انت كافر وانت ما عارف شنو واذا تحكي على فلان بال 44 رقعه. هذه القناه قناه للاحرار، ما عندنا شيء اسمه خط احمر تاج راس، كل هذا ما يمشي بهذا القناه. تريدون قناة تاج الرأس موجود قنوات السبتة تنقاني وقنوات أهل السمنة والمجاعة وقنوات هذا إذا تريد تخرط على صدام روح يم الخارط. هذه القناة قناة الأحرار، لو عندي هسة 10 20 50 شريف بهذه القناة كل شيء يكفيني، أحسن ما يصير عندي 1,000,000 من جماعة الذيول إن كان طويل العمر وإن كان جماعة ولد حازم أم مظفر. 20 50 شريف أحسن من 1,000,000، واللي ما يعجبه بال44. هنا أني ما عندي شغل وعمل غير أطيح حظ هذول اللي طيحوا حظنا وبسببهم احنا قاعدين هنا مو بلداننا ولا نعرف نربي أولادنا. وحتى لو ربيناهم كل اللي متواجدين هسه ودي يشوفونا في هذا البث اللي عايشين بالخارج، اتحداهم اذا يقدرون يسيطرون على اطفالهم او اولادهم. صح نقدر نربي في البيت وكذا، بس ما طولهم دي يروحون في هذه المدارس مالتهم ودي يشوفون الأخلاق الطلاب اللي داير مدايرهم، غصبا عليك تتقبل هذا الطفل اللي بالمدرسة يطور رقم تليفون، أخاف أمك أبوك يضربوك يأخذون ابنك منك ما تشوفه بعد أو بنتك. فكل أحنا اللي قاعدين هسه برا مو محبة ببريطانيا ولا ألمانيا ولا أمريكا ولا ما أعرف شنو، لأن ما عندنا أوطان بسبب التخلف وبسبب هذول اللي يسموهم قادة المسلمين وقادة العرب اللي من رأسهم الأساسهم أرقع بال44. لا هم قادة للأمة الإسلامية ولا هم قادة للأمة العربية ولا هم قادة حتى في غرفة النوم ما يعرف يقود مرته. يعني احنا اما نحكيها او نصير لوقية مثل ذولا ننتظرنا كم ريال يجينا من فلان كم دولار يجينا من فلان، لا بال44 اضربكم ما محتاجكم، وحق الله اللي يطلع لي ترى الرمح حاضر مال جدي الحسين اقعدكم على الرمح بي، انتو طويل العمر جماعة محازم والمضاجع مالي شغلة، اللي يريد اهلا وسهلا اللي ما يريد بال44. يعني احنا قاعدين بالله في بلدان ما نقدر نتنفس ويا اولادنا، ليش؟ لان تخاف هذا ابنك يرجع يروح للمدرسة يقول للمعلم او المعلمة ابويا ضربني او امي ضربتني، دول يخابرون السوشيال وركر، دول اللي يسموهم جماعة اللي عينهم على الطفل، زين يجون بقرار محكمة يشيلون ابنك او بنتك عمرك ما تشوفهم بعد. عاد انت شو تسوي؟ تقعد تلطم على راسك. زين لا عندنا بلد يلفينا، بلداننا محكومة من قاذورات امريكا اللي حامية عروشهم وبريطانيا الخايسة والغرب عامة، حكام هذه كل الدول العربية واللي مسمية نفسها إسلامية تذبح وتصلخ وتعذب وكل شيء ضد حقوق الإنسان متواجد به، والغرب وأمريكا وكل دول العالم تعرف بها بس ما يتكلمون بها. ليش؟ لأن أكو مصالح، أكو فلوس قاعد تندفع، أكو بنوك قاعد تنترس، وأكو أرصدة، وكو إقارات، وكو استثمارات، وكو نفط، وكو غاز. فكل المصالح المالية اللي تربط هذه الدول الغربية بحكام الإسلام والعرب
يغضون النظر عنها وما يشوفوها لأن هذه المصالح. بس صدام حسين الله يرحمه من قال ما أسوي أبيع نفطي بالدولار أسوي يورو طيرو، طلعوا لحقوق الإنسان وطلعوا لأسلحة الدمار وطلعوا لما أعرف شنو، ومع العلم هم يعرفون كل شيء. جو يحتلوا بلد ذات سيادة، عضو في مجلس الأمن وعضو في الأمم المتحدة ومن مؤسسي الأمم المتحدة بدون أي قرار دولي بدون أي قرار، وهم اعترفوا، هم الأمريكان بأنفسهم اعترفوا والبريطانيين اعترفوا بأنه هم قوات احتلال. بس جماعة اللطم والمضجعية اعتبروهم قوات صديقة، يعني هم دا يقول لك أنا جاي محتلك، أنا جاي دا أحتل بلدك، ودا يقول لك أنا محتل. بس لا، هذولا يردون يصيرون أمريكان وبريطانيين أكثر من الأمريكان والبريطانيين. يطلع المضجع الأعلى السبتة تنقاني، سبتة تنقاني قاعد دحج، أنت مش اسمه، أنت قاعد بقعر جهنم قاعد تدحج. لا دولة قوات صديقة لا تدخلون. وجو دول العصابة اللي من بريطانيا ومن أمريكا وشكو زبالات كانت بسوريا وإيران، تعالوا استلموا هذا البلد الغني، ها؟ وطلع لكم أول ما هذه أبو الخمس شمعات آية الله سبتة تنقاني المضجع الأعلى، حزراتي إخواني أريدكم تروحون تصوتون في الانتخابات لصالح قائمة 555، لأني مضجع وأحب الخمسة. وبعدين سوالهم شو اسمه مات اللي... أنت تعال خلي أرجعك بابن عال، أيني أنت أبو شو اسمه، يلا أقلب من على أبوك أبو جابك هنا، أستغفر الله والشكر. زين، وبعدين روحوا صوتوا على الدستور، هذا الدستور الخرى النجس. ومنو الحاضر اللي بالدستور اللي سووه؟ العضو، عضو يعني عضو مو عضو غير شيء، أنتوا عارف عقليتكم ونيتكم أبد مو صافية. العضو اللي بهذا مات ال... شو اسمه اللي شرع ال... ايه العضو بال شو شغله وياكم، والله نيتكم أبد مو صافية. عضو دا يسوي الدستور مو عضو اللي انت تفكرون 24 ساعة بي، استغفر الله والشكر، يعني والله العظيم انتو عضو عضو يعني سوي هو الدستور. من هو المتحدث باسم السبتة تنقاني؟ ها؟ أحمد الخابط، قصدي أحمد الصافي، مو خابط صافي، بعدين حطوا له فرتر وصار صافي. فهذه دولنا هيك قاعد تندار. يا حبايبي تقول لي مصالح وتقول لي والله راح تجي أمريكا وتسقط النظام الحالي، يا نظام هم يعرفون أكو نظام، احنا ما عندنا نظام بالعراق. زين، احنا ما عندنا شيء اسمه نظام بالعراق، عندنا ميليشيات، عندنا حرامية، عندنا سرسرية، وعندنا أعضاء مال البرلمان، يعني شوية بس دحجوا وصفوا نيتكم، أعضاء برلمان منتخب الله شاهد من العراقيين، وإن شاء الله هذا نزار الخارط قال أدخل انتخابات 2024، قال بس شاف التقفيص مو كافي أجلها إلى 2028، فأكلوا تقفيص من عنده منا ل 28
لحد ما يعني سدد ديونه والماكينة مالت القمار توقف، وطبعا ما يلحق وراح يروح يقعد بالقلق. الله كريم، أنا طباب خير مثل ما تعرفوني، الله شاهد، ما أسوي شيء، يعني الله شاهد على مود العراق. راح أخلي هذا الخارط صدق يخرط يقعد بالسجن ويا ذول السود، ولو هو عريض ما يهمه. المهم أني بإمكانياتي البسيطة، وهذا مكتبي اللي فوتوشوب والكشك اللي قاعد بي، وما شاء الله ما شاء الله على عبقرية نداف الطرزان أبو شمعدان، اللي ما شاء الله حط وين، خلي دحج، خلي أشوف إذا هاي نداف حط هذا شو اسمه، هذه الخريطة تقول هذا بيتي. أولا أنا بيتي مو هنا، أنا زين، أنا بيتي هنا بنص البحر. أول جرية تسألها على شو اسمه، بس قل له بيت أبو يزيد عليه السلام راح يدليك. ابن سير النعل جابك نداف أبو شمعدان، بخير تعال البريطانيا، إذا ما أكسر شو اسمه بيك أنا معتب. وثاني شيء احنا يعني أم شمعدان ظل بالنا عليها، اللي كانت كلها تقعد على برج إيفل. أبو شمعدان أنا ما خلصان وياك، وحق الله وحق الله أنا ما خلصان وياك، وأيامك ها يعني إيه، الله شاهد على مود العراق. فسوى عيني بالتيك توك لأن قاموا يبلغون ها سرسرية، جماعة روحي نخلة بتكريت وجماعة ولد أم حازم، يعني ويا من بعد الثاني، أنا ويا من حارب، يعني ويا من أنا الثاني شيل الدرنافيس عليه من هسه ها، يعني شلون نعزل أسمع سوي فلافل وزعي على الجماعة، خلي بس شوية نشرب لنا شوية ها. وبهذه المناسبة قبل ما شو اسمه هذا شو اسمه وزير أوقافنا، والله وقف شغلنا، يعني أني أم مظفر عليها السلام، بس هذه العلوية الجديدة طلعت يسموها شبيهة زينب، يا زينب ما أعرف، لأن أنا عندي زينب كان قبل، تعرف شون زينب كانت، يعني الله شاهد كانت تحترم احترام يعني البشر، نيتكم لا تروح بغير مكان، يعني من أقول لكم كان عندي زينب تحترم البشر، تحترم احترام تقدسه، بحيث من تحترم واحد ما تخلي إلا يعني صدق تحترمه، الله شاهد كانت زينب يعني صدق زينب. المهم فهذه شبيهة زينب، ما أدري أم مظفر مشتكية على وزير أوقافنا والشؤون الدينية في القناة، مشتكية من المضجعية، الله ما راح يخلصك حجي. وهاي دا تشوفون، هاي دا تشوفون، هاي النسوان، شوفوا دي لطمان لنقضوا النسوان والحجي ما رجعهم، حجي شوف النسوان السوان ملخوا نفسهم، بيصيحون وين الحجي وين ودى النسوان، حجي الله عليك رجع النسوان، لأن خطية تشوفهم ملخين نفسهم، يعني سادي يعني أسمع أنت ماخذ النسوان للخريبة ومسوي ضجة بيهم، بحيث هل قد ما حكينا وقلنا هزا حجي رجع النسوان، بحيث قناة الأنوار طلعت الزائرات ينادون باسمك، ما لي شغل اسمع بالخرابة حجي قناة الأنوار بيصيحون هزا أخذ النسوان للخرابة، شفت الحر اليوم شفت الحر لا زينب في لا سمعون شفت هزاع
ليش هزع؟ ليش؟ قناة الأنوار اللي تبث من إسرائيل قاموا يصيحون الحجي أخذ النسوان بالخرابة. يعني آني من هنا حطيناك وزير الأوقاف، أنت تأخذ النسوان لليوم ما جايبهن، ليش؟ ليش؟ يعني الله شاهد آني كله على مود العراق، ها؟ إيه؟ والله يعني من ما أطلع، يعني ذولا ولد أم حازم زين، وذولا جماعة روحي نخلة بتكريت زين، أنت يا شيخ فلاح ابن حسن النعال، حسن شو اسمه دارسين أبو العرق، شيخ حسن دارسين هذا ابنك زين، في اتصال هاتفي مع وزير الشؤون العشائرية في القناة، حبيبي في القناة، أنت دا تقول له أريد الأمريكان يحتلونه مرة ثانية زين، أكو واحد يطالب بالأمريكان زين، المن تسلمون هالمرة حتى تقبضون، ها؟ المن المن بعد تسلمون على مدة تقبضون فلوس، سلمتوا رئيسكم وبعتوا وبكتوا الفليسات وقعدتوا، ها؟ أنت شيخ فلاح، أنت كلكم شيوخ الدارسين، يعني عندنا هسه بالعراق أي شيخ إذا ما يشرب دارسين ما يسوي شيخ، اسمعوا شيخ فلاح حسن الدارسين شو يقول؟ أنا ماني شغل، أنا طباب خير. شلون؟ شو تريد؟ ها؟ خطك ويا الأمريكاني شلون؟ أنت شو تريد من عندك؟ إيه. يا أخي خلوا يعيدون احتلال العراق ويخلصون الخط. ده تسمع؟ يقول خل يجون الأمريكان ويحتلونه ويخلصونه. الله شاهد، أنا دا أعطيكم انذار، الميليشيات بالعراق، هذا شيخ فلاح زين ابن حسن دارسين دا يحرض عليكم زين، صح الأمريكان موجودين بالعراق وانت دا تقاومون، الله شاهد دا تقاومون مقاومة من وراء القد، استغفر الله، يعني ما مخلين شيء ما مقاومين به زين، ترى هذا دا يحرض عليكم، أنا ملي شغلة، أنتوا ميليشيات، قصدي أنتوا جحش محشي، أنتوا أزلام المضجعية، أنتوا أزلام المرجع المراجع العظام وتشريب اللحم، قصدي تشريب الدجاج، هذا دا يحرض عليكم، أنا مالي شغلة، أنا طباب خير دا وصلكم يا أنتوا جماعة الجحش المحشي والأمن الوطني، وهذا دا يقول تعالوا احتلونا، يعني إذا احتلوكم أنتم ما عندكم سلطة وماكو فلوس، أنا طباب خير، اسمعوا. لا عمي بعد ما يغلطون هاي الغلطة، ما يغلطون هاي الغلطة ويحطون بعد 10,000 ايه؟ ميت واحد، لا يا أخوي. اسمع. هم قال والله لا يخسرون كل شيء. لا لا لا. يقول له ما يخسرون كل شيء. جماعة المضجعية الفسوة اللي طاكم إياها بالجهاد الوقافي المضجع الأعلى السبت تنقاني قال لكم جهاد وقافي، هذا دا يحرض على الجهاد الوقافي، دا يقول للأمريكان تعالوا احتلونا، أنا طباب خير، أنا مالي شغلة، أنت تندلون، هذا هذا ابن حسن قطر الندى، الله شاهد، هذا ابن شيخ عشيرة الرئيس صدام حسين اللي باعوا باقوا فلوسه، ما لي شغله، هو ده يقول ده يحرض عليكم، ده يحرض على المضاجع، وده يحرض على الجهاد الوقافي، قصدي هذا ايه هو الجهاد الوقافي اعطاكم اياه سوسو ابو السوس، هذا اقول للناس تعالوا يا با، انت شايف السبت تنقاني؟ لا. سامع صوته؟ لا. مقابله ايه انا ذاك ماكو، قبل هسه قبل يومين كنت يمه بست بلبوله، قصدي بست ايده وفتت وهذي، ها مطلعت لكم جزء من الفيديو، هاي قبل يومين شلون يلبسوا القناع وشلون يقعدوا على شو اسمه وينتظر بلاسكارت والتمهيدات، ها خماني هم قولي كذب، قولي كذب بالأربعة 44
بس انتو هسه يعني لو طب بيت السبتة تنقاني والزم السبتة تنقاني هذا اللي حاطي واشلع القناع ويطلع محمد رضا السبتة تنقاني جوا، انتو ما تقولون هذا دي غشنا رأسا، تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، السبتة تنقاني رجع شاب، ما راح تقولون محمد. انتو هم هاي شغلتكم حيجي تفوت الدرنفيس بخواتكم عم تصيحون اللهم صل على محمد، سلامات يا الحمزة، سلامات يا الحسين، خيلي ميمنوني إمامي كاظم، وهذه سوالفكم التعبانة على مدار السنة، شارع ما بنيته، جسر ما حطيته، درنفيس الشيلو، لا الله شاهد أنتو خبرة بالدرنفيس، زين الله شاهد أنتو خبرة عندكم. زينب يابا زينب، ولو الحج يصعد هسه كان ليفكم، بس شو اسوي لكم يعني؟ شلون انت جماعه زينب، انا شو وقت اخلص منكم؟ بس والله زينب ماتي الله شاهد كان عندي 2 زينبيات، يعني لا 2 زينب، يعني زينب اس 2 لك عيني، يعني قدروه تقدير، اقسم برب العالمين ارجع للبيت انام يومين هل قد ما مقدريني من الاحترام، يعني الله شاهد بس صفوا نيتكم من الاحترام مو من غير شيء. زين وين هذا حجي؟ ها حجي هزا وينه؟ ايه الله شاهد كانوا يحترموني بحيث ارجع للبيت انضجع يومين ما هالقد ما احترموني، يعني يقدرون البشر يعني يقدروه ويحترموه، اذا لزموا راس الواحد يبوسوه ما يعوفوه الا هذا راسه يعني يوقع راسه مو غير مكان. انا اعرف نيتكم والله مو صافيه قصه، يعني انتم نيتكم والله بس لو صفوها العراق يتحرر، بس اذا نيتكم تبقى هيك العراق ما يرجع. الله شاهد كانت زينب، اخ بس واحد شي يسوي، يا ليت الشباب يعود 400 سنه، يعني بس واحد شي يسوي بالله العظيم. هذه زينب خلينا نشوف لنا كم رواية هذه الروايات المباركة المقدسة، الله شاهد على مود العراق. هذا منو صقار البعثية؟ الله عليكم، هذا صقار البعثية لك نزار الخارط، مسوي لك حلقة تدافع عن إيران وتقول إيران بدت الحرب، العراق بدأ الحرب وإيران تدافع عن نفسها وتسميها الجارة الشقيقة، لك خرب عرضك، لك خرب عرضك. أنت شلون 56؟ ماكو هيك 56، الجار العار يسميه جارة الشقيقة، وبعد وراها راح يشوي قصده، الدولار ده يلعب. فبهذه المناسبة خلينا نشوف لكم كم رواية، الله شاهد هذه الروايات على مود العراق، لو ما العراق ما طلع لكم إياها. بس خلينا نبديها أول شيء بالنشيد الوطني لقناتنا المباركة وبعدين نبلش. إيه الله شاهد، أيوه. هذا النشيد الوطني مالت القناة، اي والله زمانه خراب، اي والله صدق زمانه خراب. سليمان جدريه، خليل سرنج، ابو الطواطات، والله العظيم نزار الخارط، سلوان الملطلط، بعلي شعب يحب فراش، شعب يحب فراش ما بيه مجر، اي والله زمانه خراب، اي والله صدق زمانه خرابها بعلي، يعني اخ بس والله مصيبه. حجي وين وديت النسوان؟ الحجي ماكو، يعني والله زينب كانت تسوي شغلات الله شاهد، يعني كان ماكو، استغفر الله،
ما ان شاء الله. يعني هي يعني زينب كانت هذه يعني اللي عرفها الله شاهد كان هذا النشيد مالتها تكبيس. يعني شلون نبطل نبطل والله راح نبطل نسد لي يعني الشغله صارت مو زينه وانتم ما تريدون نكمل بعلي اكو شغلات امور دار نفسيه فلازم انتم اسمعوا جماعة السطل جماعة السطل اللي يقول احنا مو ايرانيين اسمع هذا يقول للزوار مال ايران ايه اسمع ايه اللهم صلي على محمد ذكر مقتدى الصدر حط ايدك على راسك وصلي على النبي قائد المقاولة والمماتعة السيد الدرنفيسي مقتدى السطل ابن السطل اللي دمر العراق بأمر القائد بأمر القائد جينا نخدمكم يقول قائد المقاولة والمماتعة مقردة شفتوا داز العراقيين يغسلون رجلين الإيرانيين ها والجماعة يقولون ها هذا عروبي عروبي الله بالخير أمير محمد بن سلمان تذكر من فرشت السجادة الأحمر للسيد مقردة سيطلعوا لك جماعة طويل العمر انجاب اه لا تحكي على ايش اسمه انا دا احكي زيارة مقردة الى طويل العمر عندكم فرشتوا له سجاد احمر وحملتوه بصناديق مال بخور الله شاهد صناديق مال بخور هو يقول بخور انا ما شايف صناديق مال بخور طيارة كاملة هاي غير صناديق ادري راح يبخر العراق كله والدول المجاورة لغير بخور هذا طويل العمر هسه فد مبخره شويه هيك صغيره على مودنا يعني ما ابي شيء مو احنا هم شو اسمه هذا غير شو اسمه مو قاعد بامريكا وعلى 24 ساعه اه طويل العمر حتى الدولار ما دزيته له خطيه يعني هذا وين هذا انت ياهو مالتك تعال صدتك عيب علي صدتك خشبه بيك وتوثيه مقتدى ها اي نغسل جوارب ايه مقتدى السطل ابن السطل امرهم يغسل رجليهم ونغسل جواريبكم ونغسل بلبولهم وبلبولهم ما يعني ابد ما يضوج لحد ما تخلص الزيارة ويرجعون وكل واحد 200 دولار بالجواز ماله وصدق الله العظيم اسمعوا ايه ما شاء الله مأمنة كل السيطرات مأمنة كل شيء ما طول إيراني فهو منزل فهو نازل من الدرنفيس درنفيس مقدس حسيني ما بي كل مجال إيراني يعني إيه في الأجهزة الأمنية اسمع مؤمنة لكم توصول أجهزة الأمنية بدل ما تحمي الشعب تحمي الإيرانيين الله شاهد على مود العراق المهم تنجح الزيارة والنسوان يتمتعن والبلابيل يتمتعون ويقولون يطلع محمد الشياع الأرجنتيني يقول نجحت الزيارة الأربعينية والشعب طايح حظه ميت جوع وماكل شو اسمه لحد راسه أهم شيء الزيارة الأربعينية نجحت اي فالمهم اسمع سالمين غانمين لي ادياركم نعم حياكم الله اي والله اهلا ومرحبتين ايوه. السايق حجي سايقنا ها سايقنا اسمع سايق ما مسموح لاي واحد نعم في مثل ايراني توسع العراق الله شوفوا الله العراقي ايش قد يحب الجار الشقيق شوف 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 دحج دحج اللهم صل على محمد الإيراني يقعد
والعراقي يمسح له رجله وقندرته. الله يطيح حظكم وحظ العراق اللي لفاكم وحظ اللي دافع عنكم، والله لا يرحم من يرحمكم، لا انتو ولا بزرتكم النجسة ولا اي واحد يمشي وراكم. وخبصتونا يا حسين ويا حسين، وصار 1400 سنة موكلين العراق وأمة محمد درنفيس من هذا المكتب لحد ما نريد نقول وين. وقال الحسين وحج الحسين، وقال بني ما أعرف شنو، أنت بني أمية وأنت ما الهند وأنت إيه، وهو هذا إسلامكم. فالله يطيح حظ هيش إسلام اللي تقعد تغسل رجلين نقص إيراني، وطاح هيك إسلام اللي الله انترك وانتركت عبادته رايحين تبوسولي بالحياطين وتمزمزولي بالصدور وبالدرنفيسات. المهم الزيارة الأربعينية نجحت، تالي العراق شنو وصل؟ قام ينافس اليابان بالتكنولوجيا. إذا تشوفون العراق والتطور ماله، اتباوع الحرامية صاعدين أرقى سيارات وأغلى سيارات بشوارع، يومية رايح نبدل الصدر مالت السيارة لأن ماكو شوارع. وتحكي وياه يقول لك أنت ناصبي، أنت بعثي، أنت داعشي، ابن الرفيقة، أنت ما أعرف شنو، هذه سوالفهم. ابن عيوشة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وانا على ابو ابوكم لا ابو ايران، على مقد ابو امريكي، على مقد ابو بريطانيا، على ابو مقد كل واحد خرب العراق. وانت يا الخارط ابن الخارط، والله ما اعوفك الا اني ادز لك هديتك للسجن، اقسم بالله. وتخلي نداف الطرزان بثلاثين مليون اللي اخذها على راس عدي وقصي الله يرحمهم، ولو نصهم طارم بالقمار، ابو نداف، ابو شمعدان، ابو شمعدان، اذا انت زلمة تعال، تعال البريطانيا، اذا ما اكسر رجلي بالمؤخرة ماتك انا معتب وما اجيب احد، والله بس انا اجيك. بس والله انت بيك لمعة مبين عليك شايل درنفيسات لحد ما الله قايل بس. وانت يا حسن حسن ندى الدارسيني ابو شيفت الصفرة، انت وكل هذول اللي قاعد حاطين بس هذا رجولتكم، بلغوا ما اعرف شنو، اتبلغوا بلغوا، هو هذا الانتصار مالتكم؟ الله يطيح حظكم، الله يطيح حظكم لكم. انتو زبالة العراق، انتو زبالة العراق، الله يرحم صدام حسين اللي سواكم اوادم. وانتو ابقوا بهاي السوالف صايرين ليه هسه الخشم مرفوع وعجل وما عجل، رقعك بالاربع واربعين عدل حلقك اخليك تحكي مثل اوادم. ولد السرسرية، ما تروحون على اللي أعراضكم راكبها، ما تروحون على اللي أعراضكم متونس بيها، ما تحفتون حلكم لأنك صارت مصلحة وبيها فلوس. يعني لا عندي مصلحة ويا أحد، ولا قابض فلوس من أحد، ولا أريد فلوس، خشبة بيكم وبفلوسكم، فلوس الحرام، فلوس اللواقة، لطيف كذاب، لطيف ما اعرف شنو، لطيف اخته، لطيف امه، لطيف مرته، لطيف ما اعرف شنو. ابقوا بهذه السوالف، ابقوا بهالطيحان الحظ بس، والله ما اجوز منكم. وقريبا ان شاء الله اكو حلقات ان شاء الله راح اصورها مع بعض القنوات الفضائيه، اخاف شان هسه يوتيوب لا، راح اصور ويا فضائيات، راح أشر أكو شغلات ما أريد أطلعها باليوتيوب، لا أريد أطلعها بالفضائيات.
وراها روح أبلغوا على الفضائية. زين ايه جماعة روحي نخلب ايه انت ناس ما تستحون لا غيرة ولا شرف، نقطة راس سطر. اما جماعة ام مظفر لا عادي الشغلة يعني الله شاهد على مود العراق كلها زينب وما زينب ومقضيها كلاوات بكلاوات. وخطية سبتة تنقاني قاعد بخمسين متر ما يدفع ايجار ما عنده، والله يعني واحد يبكي يعني يا شباب انا من هنا شلون ادزله، شلون ادزله للسبتة تنقاني يعني نساعده بالايجار بالويسترن يونيون. اقول لك نزار خارط نقدر نحط بالباي بال مالك وتدزه لو تلغفهن لو تشتري دهن الاسماء التهابات ها. لو سبته تنقاني عنده باي بال، سبته تنقاني شباب اللي عنده باي بال يا ريت والله يكتب لنا على شو اسمه العنوان مال سبته تنقاني بالباي بال حتى ندز له فلوس خطيه للايجار ها. والله ما تستحون. واللي يقول لي لا تحكي على واحد وهذا عيب وهذا خطيه بالأربع وأربعين، أنا ما عندي لا طويل عمر هنا ولا قصير عمر ولا طويل بلبول ولا قصير بلبول ولا عندي معمم أبيض أسود أخضر أحمر، كلهم تحت حذاء أصغر عراقي مات من الجوع بسبب هالقذارات. وأنت أبقى صيح وزينب زينب زين وزينب شللكم يا لليد، والحسين خب قاعد فوق يتفل عليكم. ابقوا ما وصيكم بلغوا سووا تبليغات يلا زين، لان انتم لا لايك ولا ابد قاعدين هيك يعني عندي 600 الف بالقناه قاعدين بس يدحجون على مود يبلغون لا يا منا وهيك سرسريه. يلا سوي لايك وسوي تكبيس وطيع واسكت راح انقلب مقردة عليكم يومية اطلع امسح بيكم القاع بعد ما عندي لحية مسرحة ولا حد يدز لي رسائل. زين ما اريد صداقتكم هم ما اريدها، خواتكم ما اريدها، وما اريد هيك زبالات. وهذا العراق أنا عندي ذكرياتي الحلوة بي، عراق اللي أنا عشت بي والعراق النظيف اللي أنتوا عشتوا بي، مو عراق النقاسة والنجاسة هسه. يا ريت توصل الرسالة بس ما راح توصل ولا راح توصل، لأن ما طول الدولار موجود فعمر العراق ما راح يصحى. بس يطلع لي واحد راح يقول لك زين ولين الياباني أرجعك بالأربعة وأربعين. أنا أشكر كل من تابع هذه الحلقة المباركة المقدسة، لأن تعرفوني أنا إمام، أنا بس أنزل مرة ويا شو اسمه أسوي بث وأصعد مرة ثانية. إمام أنا معصوم، أنا استشهدت بمعركة أبو سيفين من كان نزار الخارط الشاقة وياه بالقامات واستشهدت، وهسه أنا ويا جماعة الزينة فوق قاعد نلعب شقلبان. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.